المسلم ليس بالطعان، لا يطعن في الآخرين، يسب، يشتم، يغتاب، نميمة، ينقل الكلام. المسلم لا يكون منه إلا السلام. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. نعم مسلم من آج بنشو من آج جي من آج بنشو تلين مسلم بان رتي سيه انتيت بان لاي كي قطو تاري سا نو جمنون ري قطو سا بحيب سوكسان تو جمكا تو كان نعدا الإسلام سيه. لا تسمع منه إلا طيبا. جي من ترو سداب أمبي كي لاي لترا تسداب نبرك على الله. لا يمكن أن يتلفظ بالألفاظ القبيحة السيئة. جيم من أن يجي نو أوي دا نو بس من داي أوي دا كو أصاب خير من لاي. يقول مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وقعت المصيبة لا يقول مثلا أوف. نعم ដូច្នោះដែរនៅពេលដែលមានការជួបអ្វីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បលើអ្វីមួយយើងគួរតែនិយាយថា Hasbunallah wa ni'mal wakeel la ilaha illallah ឬក៏យើងសូនៅពេលដែលមានទុក្ខព្រួយនៅការមានមរណភាពផ្សេងៗយើងអាចសូថា Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un